يا ساحر المقلتين والجيد وقاتلي منك بالمواعيد توعدني الوصل ثم تخلفني ويلا يا من خلفك موعود لا تتأخري واحرصي على ألا تقع مشكلة جديدة. أرجوك يا حسن اتركني وشأني. ولكني أحبك يا شعوانة، ولقد قطعت القفار بحثا عنك حتى وجدتك هنا. وليتك لم تجدني يا حسن. شعوانة أنا أحبك، وأنت تعرفين مدى حبي لك. كنت أحبك، ولكن تغير الحال الآن، وقد أصبح قلبي فارغاً، وسأعود للغناء. لن تفعلي، وسأمنعك ولو بالقوة. أرجوك يا حسن، ارحل، واتركني وشأني. أتأذن لي بالمسير يا مولاي؟ إلى خراسان يا فضل،
حيث خاصرتنا الضعيفة؟ خراسان بقبضتي قوية بإذن الله يا مولاي. قوية؟ قوة سيف معنا وليس علينا. اذهب على بركة الله، ولكن أريدك أن ترسل لي البريد كل يوم. أمرك مولاي. مسرور. مولاي. أرسل بطلب جعفر. أمرك مولاي. وهذه كل قصتي يا أحمد. وماذا تنوي أن تفعل الآن؟ لا أدري، لا أدري. هل ستغادر؟ هل ستهرب؟ أغادر؟ لن أغادر قبل أن آخذها معي. قد يشكل ذلك خطراً عليك. تعودت اقتحام الأخطار، وشعوانة تستحق أن أخوض لأجلها المخاطر. أحمد، إنها فتاة رائعة ولها قلب طيب، وأنا أحبها، أحبها جدا. هل تريد أن تتزوجها؟ إن قبلت سأتزوجها. كن رقيقا حازما لينا قويا، وإياك أن تضر بأهل الشام، فالشام فسطاط المسلمين ورأس حربتهم، بها ندرأ جهنم عنا وبها ننال الجنة. لقد طال أمد الفتنة في الشام، ولو شئت يا مولاي استعملت القوة في درئها. الفتنة مشتعلة مذ كانت القبائل، فإذا ما استعملت القوة اجتمعت القبائل ضدك، عبد شمس وعبد مناف، وهذه هي المشكلة. أسامح بابن عمي ولا أسامح بأخي، وإذا ما أوريت زندا وقدحت للحرب ستجدهم كتفا بكتف ودما بدم. أنا أعرفهم، إنني منهم، وإلى أولئك أنتمي، ودمهم يجري في عروقي. سنسمو اليوم وغدا في الصباح ستغادر يا جعفر. قالت له الصهباء: أنا يا حبيبي صالح قد حولتني الساحرة إلى جنية، وليس لي من ذلك فكاك إلا إذا أحبني شخص. وذهب لإحضار الماء من رأس الجبل. قال صالح: أنا سأذهب لإحضار الماء. وهم ليذهب مسرعا فأوقفته الصهباء. قالت له: لا تذهب، فأنا أخاف عليك، فالنبع يحرسه وحش ضاري يفترس كل من يقترب إليه. قالت له: لا تذهب يا صالح، فأنا خائفة عليك. بل يجب أن يذهب. صالح، هل كنت تستمع؟ أجل. ماذا سيحصل فيما بعد؟ أتعمل هنا في القصر؟ أجل، أعمل هنا في القصر. وماذا تعمل؟ أعمل لدى الخليفة هارون الرشيد، أجلب له الطعام والشراب. الخليفة نفسه نفسه؟ مجل نفسه نفسه. وتراه؟ هل هو بشر مثلنا؟ يأكل، يشرب، يحب ويكره، هل تخاف منه؟ أحياناً أخاف منه. إذن اذهب يا صالح، اذهب ولا تتأخر، ولا تترك عملك، فيطردونك من القصر ولن تجد حينها عملاً آخر. فأنا هنا كما ترى أهتم بعملي فقط،
أخاف أن أباع مرة أخرى. لقد تعلقت بهذا المكان ولا أريد أن أغادر. ومن سيبيعك؟ السيدة الخنساء، إن علمت أنك تأتي إلى هنا سترسلني إلى سوق النخاس. هيا يا صالح، كن مطيعا لعملك وكن مخلصا، ولا تخبر أحدا أنك تأتي إلى هنا. سأخبر الخليفة يا ضياء. لا أرجوك، فأنا لم أفعل شيئا. إنني أمازعك يا ضياء، فأنا لا أستطيع التحدث معه في كل حين، إنه الخليفة. حسنا اذهب يا صالح واهتم بعملك، فأنا الآن أريد النوم. ماذا تنتظر؟ اذهب. سأذهب. مولاي هارون الرشيد، جعفر لا تبطئ علي في الصباح. حامل الهوى
يحب ينتحب. سأغمرك بالمال، سأزنك ذهبا. قلبي لا يعادله ذهب ولا فضة ولا أي شيء، ولكنك جارية هنا وأنا طريق خلاصك الوحيد من كل هذا. سيرين، أعطني فرصة واحدة أثبت لك فيها محبتي. اتركني وشأني. حامل الهوى تعب يستخفه الطرب. حامل الهوى. ايه يدها السمراء، توقفي عن هذا الغناء، عليك اللعنة. اللعنة عليك أنت، أنت طولت مرة أخرى سأقتلك. ارميه خارجا. مهاني، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة، فكانت هباء منبثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. جعفر، 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 استيقظ استيقظ استيقظ، الرشيد يطلبك، استيقظ. رشيد؟ نعم. لما تركتني نائما إلى هذا الوقت؟ ماذا حصل؟ يجب أن أذهب إلى الشام. من يسهر إلى الصباح ينام حتى هذا الوقت؟ هيا رشيد، رشيد. إنني أعمل بجد يا سيدتي. هيا اتبعيني. مولاي جعفر، هذا هو لباس العربية بالفضل. أعتذر يا مولاي، أعتذر، لقد أخذتني سنة من النوم فغلبني بها الشيطان. غلبك الشيطان، غلبك الشيطان وأمنت الشيطان نفسه. تترك ما أطلبه منك وتنام، تنام لتنام.
تترك الفتنة تستمر، وهذا الدم الذي يسيل على مذابحها من سيحاسب عنه؟ أنت يا جعفر البرمكي أم أنا هارون الرشيد؟ إذا ما عثرت دابة في أقصى الأرض كنت أنا المسؤول عنها. اسمع أيها الأحمق، إن عدت من دمشق وقد أخمدت الفتنة، عندها فقط قد أعفو عنك. إنما أنا خادمك المطيع يا مولاي. فقط روعك يا مولاي، هدم روعك. ما ملكت الأمر يا برمكي لتكون أمينا علي وعلى دولتي؟ تعرف ما يسوؤها وما يكدر صفها وعيشها، وأنا لست إلا كذلك يا مولاي، وأولادي هم طوع بنانك وتحت أمرك وجناحاك اللذان تطير بهما. جناحاي اللذان أطير بهما، وهل إبطاؤك عن دفع الفتنة في الشام هو خدمة لي أو زيادة في سفك الدماء؟ ألم أقل لك إن الدم بالدم؟ ألم أقل لك إن الدم بالدم؟ بلي. امضي يا جعفر ولا تعد قبل أن تخمد الفتنة في الشام. سمعت؟ خذ هذه الجارية إلى الحمام يا مهاج. سيدتي أرجوك لا ترسليها لنا خاصة، فنحن بحاجة إليها في الإسطبل. خذها إلى الحمام ولا تناقش يا مهاج، فالأمر ليس بيدي. ورأي أيتها الجارية؟ ربما قدر آخر، ولكن المصير واحد. كل مصائرنا معلقة يا ضياء، ولا ندري إلى أين تسير. ولكنني لم أرتكب أي خطأ، لقد أتى صالح إلى الإسطبل فقلت له أن يعود من حيث أتى. ومن صالح هذا؟ يعمل عند الخليفة. لا أعرف أحدا بهذا الاسم، ما كان عليك أن ترتكب هذا الخطأ يا ضياء. ولكنني لم أفعل شيئا يا مهج، والله وحده هو الذي يقدر المقادير. ونعم بالله. هيا هيا. حسان، ماذا تريد؟ ألم أقل لك ألا تأتي إلى هنا؟ كم تريد ثمنا لشعوانا؟ كم تدفع؟ كم تريد؟ 2000 دينار. حسنا، سأدفع لك، ولكن عليك أن تمهلني حتى أتدبر أمري. عدة أيام لا أكثر، وبعدها سنصير إلى عقد جديد واتفاق جديد. اتفقنا. حسان، ليس لك أن تمنعني من المجيء إلى الحانة. على ألا تفتعل المشاكل عليك أن تجلس بإحسان، وإلا رميتك خارجا، وبعدها لن تستطيع أن ترى شعوانة ما دمت حيا. سأذهب لأحضر ما تحتاجه الحالة. شعوانة، اجلسي. أسمعتي؟ 2000 دينار
وهو الذي اشتراني بمئة دينار وسدده على مواسم. ما أرخصني بعيون الناس وما أغلاني بعين من يحبني. إنها عين المحب، ترى الحبيب غال حيث يرخصه الناس، ولا أنت مبخوسة ولا الدهر باخس. ومن أين له بألفي دينار؟ من أين؟ ألم تقولي أن والده تاجر غني؟ بلى، لكنه تخلى عنه لأنه يريد الزواج بي. أعذرني يا مولاي، ربما أكون قد أخطأت، ولكن عليك أن تقدر حرصي. ومن يحكم على المرء إن أصاب أو أخطأ يا زبيدة؟ كلنا معرض للخطأ، ولكن من الصعب الاعتراف بهذا الخطأ على الملأ. ومن الصعب إرضاء كل الناس. مهما امتلك الحاكم من الحزم والقوة والتدبير، قد يخطئ وقد يتعثر. وليس أي حاكم، هارون الرشيد سليل الملوك وورثة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الجارية إلى أين؟ لقد اشتقت للقتول، أردت فقط أن أراها يا سيدتي. عودي من حيث أتيت، وإياك أن تتحركي قبل أن أطلبك. هيا. مولاتي، مولاي جعفر يعد العدة ليرحل إلى الشام، وقد أرسل ليراك. سيرحل بهذه السرعة؟ أجل يا مولاتي، ويقولون إن الرشيد قد غضب عليه وعلى صراخه. من أجل ماذا؟ يقولون إنه تباطأ على الرشيد. أرسلي لجعفر وقولي له أنني كل شوق إليه، ولكن لا سبيل للقيا. أمرك. جعفر، لماذا عدت؟ ما الذي حدث بينك وبين الرشيد؟ قم يا ابن يحيى البرمكي، قم وقود الجيش واقضي على الفتنة. هيا. ليس هذا هو الرشيد الذي أعرفه، ولا أعرف لماذا يفعل هذا بي. أنا من أعرفه تماما، كما عرفت من قبلي الهادي وأبيه المهدي. ها،
هيا تسرب الوقت على الفتنة، وستجد هارون هذا يرفعك إلى أعلى المراتب. اطلعت على الكتاب يا أبا الفضل؟ لا يا أمير المؤمنين، لم أطلع يوما على بريدك الخاص. يحيى الطالبي يجيش علينا في الديلم، الفضل والينا على خراسان، أين هو من كل ذلك؟ أجزم يا مولاي أن الأخبار لم تصلح، وإلا لكان قد تصرف. أريد أن أعرف كل أخبار الطالبي، أين يتحصن، أين يشرب، أين يأكل، عدد رجاله، من معه، من ضده، كيف وصل إلى الديلم، كيف غفلت عيوننا عنه حتى أصبح منيعا بين رجاله وخرج علينا. فإن عظم أمره ادخلنا في حرب أبناء العمومة فلا منجى منها إلا بدمنا ودمهم. فتنة في الشام، فتنة في خراسان، الروم، البيزنطيين، الخزر. والخليفة هو المسؤول. أحصي كل ما قلته لك ولا تتصرف بشيء قبل أن أخبرك. قد علا صراخ الرشيد على جعفر. وهل كان البرمكي حاضرا؟ أجل يا مولاتي. قد أحسن الرشيد بما فعل. إياك يا ابن الربيع أن تغفل عن أي شيء، كل حركة وكل سكنة أريدها. أريد أن أعرف ما لا يعرفه الرشيد عنهم، فإذا ما حانت الساعة جئنا الرشيد بالبينات. إياك أن تفوتك فائتة، فلن يغير الرشيد رأيه ما لم يكن لدينا دليل واضح ندينه.
سيرين 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 سيرين. ماذا تريد يا أحمد؟ وتسألين؟ كنت أظنك تعرفين ما بقلبي. من لا يستطيع الدفاع عن حقه لا يستطيع الدفاع عن حبه. أنت هنا أيها الوغد؟ مهان، هيا ادخل إلى هنا، تفضل. شعوانة، أعدي الشراب لمهان. هل تريد شيئاً آخر يا أحمد؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. تفضلي. سلمت يداك. ومن مثل العباسة؟ بنت المهدي وأخت الخلفاء. إنك كالقمر المنير في الليل الحالك. بوركتي يا أمه. كم كنت أتمنى أن آتيك خاطبة وأزوجك بجعفر، أقيم لكما عرسا لا يتوقف الحديث عن بهائه وروعته في الممالك والأمصار. ليس كل ما نتمناه يتحقق. ما وراءك يا عتبة؟ مسرور بالباب يا مولاتي. دعيه يدخل. مولاتي. مولاي الرشيد يطلبك في جناحي الخاص. السلام عليك يا أمير المؤمنين وأخي هارون الرشيد. وعليك السلام يا عباسة يا ابنة المهدي يا سليلة الخلفاء. هل ينقصك شيء يا ابنة المهدي؟ إياك يا عباسة، إياك أن ينقصك شيء ولا تخبريني، فأنت رفيقة الصبا وريعان الشباب، ومجالسي لا تطيب إلا بحضورك. وأنت أخي الرشيد، أحب إخوتي إلى قلبي، وأقربهم إلى روحي، ولو أني خلقت رجلاً ما فارقتك أبدا. هذا ظني بك يا عباسة، وظني بك لا يخيب. وإن خاب الظن عملت العقل، والعقل لا تتناهبه الأهواء، وهو يعمل لصالح الجميع. الجميع يا هاشمية. لن يخيب ظنك بي يا صديقي ويا أخي ويا أمير المؤمنين.